ترحيب عربي ودولي بالاتفاق بين الأطراف السودانية وقوى الحرية والتغيير تقول إنما تحقق مدخل لحل الأزمة. بعد مظاهرات الجمعة 20 بالجزائر، المعارضة قد تطرح رؤيتها في ندوة الحوار اليوم بشأن المرحلة المقبلة. الحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز ناقلات نفط بريطانية بعد تمديد سلطات جبل طارق احتجاز ناقلات النفط الإيرانية. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلا بكم. أعلنت قوى الحرية والتغيير تفاصيل الاتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في السودان. وقالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي إن الاتفاق شمل المرحلة الانتقالية وتشكيلة المجلس السيادي، مشيرة إلى أن ما تحقق هو خطوة على طريق تحقيق أهداف الثورة. تظاهر الآلاف في الجزائر العاصمة وباقي المدن الرئيسية في البلاد في الجمعة 20 منذ انطلاق الاحتجاجات، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك، بينما تباينت مواقف المحتجين من دعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح للحوار. أصدرت السلطات في جبل طارق قراراً يقضي بتمديد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوماً إضافياً، وقد طالبت طهران بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة في مياه جبل طارق، وهدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلات بريطانية رداً على هذا الإجراء. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الجيش الوطني الليبي يتحرك للمشاركة في عمليات طوفان الكرامة. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الوطني الليبي تحرك كتائب عسكرية للمشاركة في عمليات طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية. وقال الجيش إن تحرك هذه القوات يأتي ضمن المرحلة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرا إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية. طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وزارة الداخلية بمنع تطبيق إلكتروني أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي وبإدارة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا. طالب نواب في مجلس الشيوخ الفرنسي وبرلمانيون بريطانيون في مؤتمر صحفي بهذا التطبيق الذي يدعى يورو فتوى باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف. في الختام تذكير بأهم العناوين. ترحيب عربي ودولي بالاتفاق بين الأطراف السودانية وقوى الحرية والتغيير تقول إنما تحقق مدخل لحل الأزمة. بعد مظاهرات الجمعة 20 بالجزائر، المعارضة قد تطرح رؤيتها في ندوة الحوار اليوم بشأن المرحلة المقبلة. الحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز ناقلات نفط بريطانية بعد تمديد سلطات جبل طارق احتجاز ناقلات النفط الإيرانية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.